امبارح ايضا كان في اخبار مهمه، منها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من اجل متابعه اعمال تطوير المنطقه المحيطه بالمتحف المصري الكبير. كلنا عارفين ان هيتم فيها انشاء ممر طويل جدا يربط ما بين المتحف ومنطقه الاهرامات. دكتور مصطفى مدبولي اكد على ان هذا العمل لابد ان يظهر بشكل مهم جدا، بشكل يليق بمصر وكافه المناطق المحيطه به في أبهى صورة مع قرب افتتاح هذا المتحف. كمان امبارح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا واللي استغرقت عدة أيام. وأيضا وصلت الفرقاطة القهار من طراز ميكو A200 إلى قاعدة الأسكندرية إذانا بانضمامها للقوات البحرية. تفاصيل وأخبار أكثر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وجه مدبولي بأن يتم البدء خلال الأيام المقبلة في تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف على الفور، وأكد أيضاً على أهمية أن يظهر المتحف والمناطق المحيطة به في أبهى صورة مع قرب الافتتاح. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا اللي استغرقت عدة أيام. وكان في استقبال القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية الوزير سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية وتبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب الجانبان عن تطلعهم للمزيد من التعاون المثمر لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك وصول الفرقاطة القهار من طراز ميكو A200 لقاعدة الإسكندرية البحرية بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بنائها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وتعد الفرقاطة القهار الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وبتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة اللي بتمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية بهدف تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. امبارح نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة الثالثة لبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد ليلاً على ملاعب وادي الفروسية المعد وفقاً للمعايير العالمية لرياضة الفروسية.